يزداد أعداد اليمنيين في مصر نتيجة الحرب الدائرة في بلادهم، فيقضون رمضانا يمزج بين الأجواء المصرية والعادات والتقاليد اليمنية الخاصة. المزيد في سياق هذا التقرير. العودة إلى محافظة حجة شمالي اليمن التي أصبحت مستحيلة منذ عامين وأكثر هي ما يؤرق عبد الفتاح وزوجته شيماء المستقرين في مصر منذ أعوام. ورغم أن رمضان الذي اعتادوا قضاءه كعطلة مع الأهل في اليمن أصبح يزورهم وحيدا في الغربة ناقصا من كل الروحانيات التي اعتادوا عليها، إلا أنهم لم يستسلموا لهذه الوحدة. احنا بعدنا عن اليمن بيأثر فينا وإحنا محتاجين نرجع أكيد، ولكن اللي حاصل في اليمن بيكون يعني حجر عثرة في طريق العودة، لأن الإنسان المغترب محتاج أن هو يرجع أقل حاجة مرة في السنة يشوف الأهل، غير أن هو يتصل أو يتواصل معهم بوسائل التواصل الاجتماعي، يرجع يشوف آخر الأخبار ويعيش فترة الصيف وفترة رمضان والأعياد ويطمن على الأرحام وغيرها. إحنا في مصر بنحاول قدر الإمكان إحنا نغطي أو نتلافى هذه الفجوات. احنا جينا هنا ومش عارفين نرجع اليمن عشان الاوضاع اللي حاصله هناك والحروب، كان الواحد يعني نفسه يقضي رمضان هناك مع الاهل، فالظروف حكمت ان احنا نقعد هنا، بس الاجواء والعادات والتقاليد هي يعني معانا في كل مكان. عشان رمضان والاكلات الرمضانيه عملنا لهم سفره ما شاء الله. شيماء التي لم تبتسم حتى تحدثت الى اهلها في حجه تصر على اعداد الاكلات اليمنيه الخاصه بشهر رمضان لتصبح جزءا لا يتجزا من مائده الافطار في منزلهم، ومحاوله جديده للصبر على الغربه. هو عامة الأكل يعني بيبقى هو في رمضان وفي غير رمضان، بس يعني بتزداد حاجات معينة أو أصناف معينة، فإحنا بنبدأ باللي هو الشفوت عندنا، بيبقى صنف اللحوح وبنسكب عليه اللي هو اللبن الرايب مع الخلطة بتاعتنا، وكمان الوجبة التانية بتبقى اللي هي البوريك، بتبقى باللحمة المفرومة والبيض المسلوق، واللي هي الحلبة يعني طبعا الوجبة الرئيسية بتاعتنا، وبنعمل الخبز ده اللي هو في التنور. المنازل اليمنية ليست وحدها من يقاوم الحزن على الوطن المنكوب حربا ومرضا، وإنما المطاعم اليمنية التي تحمل على عاتقها مهمة أن يجد اليمنيون المستقرون في مصر دون عائلاتهم عطفا داخل رائحة الطعام اليمنية. أعداد الناس السنة دي أكثر من السنة اللي فاتت، بس ظروف شغل المطعم والمطاعم كلها بصفة عامة السنين اللي قبلها كانت أكثر. طبعا بالنسبة للأمور اللي مر بها اليمن حاليا، فالناس بقت بتبقى من النفسيه اللي هي فيها بتطلب ديليفري في البيت اكتر ما هي بتبقى تخرج في خروجات. كسائر المصريين يعود اليمنيون لممارسه حياتهم بشكل طبيعي في القاهره بعد الانتهاء من وجبه الافطار اليمنيه، فما يطيل صبرهم على الغربه ايضا روحانيات رمضان المصريه التي يرون فيها الشبه لبلادهم. اليمن الذي لطالما كان سعيدا من صعدة في الشمال وحتى عدن في الجنوب يقضي رمضان هذا في ظروف ليست بسعيدة، لكن اليمنيين المستقرين هنا خاصة الذين جاءوا إلى مصر سعيا وراء حياة هادئة يقاومون لإحياء رمضان الذي لطالما اعتادوا عليه بالحفاظ على عاداتهم الرمضانية حتى في الغربة. ربما يعود اليمن سعيدا. سارية ياسين، إكسترا نيوز.